هذا وواجهت الهيئة العامة للاستعلامات احتجاجا شديد لهجة إلى كل من وكالة رويترز وشبكة بي بي سي، وأبدت ملاحظات جوهرية على ما قامت بنشره كل منهما حول واقعة الواحات البحرية التي جرت أمس وما تزال مستمرة حتى الآن. وأدانت الهيئة بشكل واضح تغطيتهما غير دقيقة لهذه الواقعة، وجاء في بيان الهيئة في ظل الحرب التي تخوضها مصر دفاعا عن شعبها وشعوب العالم ضد الإرهاب الدموي الذي يضرب في كل مكان. فنشرت وكالة رويترز وشبكة بي بي سي أن عدد الشهداء من قوات الشرطة بلغ 52 شهيدا، منهم 23 ضابطا بحسب رويترز و18 بحسب بي بي سي، وذلك استنادا إلى ما أسمته بمصادر أمنية لم تحددها. والحقيقة لا يليق من الناحية المهنية باثنتين من أكبر وسائل الإعلام في العالم أن تقعا في أخطاء مهنية فادحة. للمزيد في هذا الشأن مشاهدي الكرام، معي الكاتب الصحفي مجدي سبلة رئيس مجلس إدارة دار الهلال. أستاذ مجدي أهلا بك وتحياتي. يعني قواعد العمل التي تحكم هذه المؤسسات وحال التخطي مثل ما حدث، ولا أتحدث بالمناسبة فقط عن الأعداد غير الدقيقة أو المبالغ فيها، لكني أتحدث أيضا عن بعض الوصفات وطريقة الحديث سواء عن الإرهابيين أو عن الحادثة. اتفضل أستاذ مجدي. أهلا بيك، مساء الخير. بالنسبة لموقف المؤسسات الإعلامية تحديدا، أعتقد أنه الحقيقة فور حضور، يعني فور إعلان أو معرفة الحادث، أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة الحقيقة بيان مهم جدا أصدره الأستاذ كرم جبر، وطالب كل الزملاء الحقيقة بتوخي الدقة حتى لا ينفلت الإعلام كعادته ويصبح خبر هنا وخبر هناك. وأعتقد أنه في أثناء أو في هذه الأثناء بتدخل مساحات لإرسال رسائل إحباط للمجتمع المصري بتتخلل حتى صفحات الفيسبوك وخلافه، فكان موقف إيجابي جدا بالنسبة للمؤسسات الصحفية. وأيضا الموقف الأكثر وضوحا وأكثر دلالة وإرشادا على الطريق السليم في التناول الإعلامي هو البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد، الحقيقة يدعو إلى الموضوعية والدقة ويعني عدم الحديث عن أشياء خالية من المصادر أو ليس لها مصدر محدد يتم الكلام حوله أو عنه، فيقع المتلقي في تيه وفي الحقيقة في ضباب وفي غبار أخبار ربما تحمل رسائل في غير محلها. طب حل ما حدث والحقيقة، يعني نستبعد حسن النوايا في كثير مما أذيع أو كتب، يعني أنا مندهش من بعض الوكالات الحقيقة اللي سيادتك أشرت عليها، وأيضا أندهش أكثر عندما أرى الموقف الرسمي للدولة ذاتها. كيف يمكن لوكالاتها أن تتناول هذا التناول ويكون موقفها الرسمي موقف شجب وموقف إدانة؟ كيف يكون هذا؟ المصريون لديهم من الوعي والمعرفة لمعرفة مواقف الدول والأدوات التي تحرك مثل هذه المخططات الظلامية، وأتصور أنه واضح للبيان أو للجميع يعني ما تحيكه هذه الدول تجاه الدولة المصرية والمخططات التي ينتظرونها منذ أكثر من سبع سنوات، وهي فكرة تفتيت الدولة المصرية لكي يعني كما يسمونه الشرق الأوسط الجديد، وتكتمل مخططاتهم وأفكارهم السوداوية التي لا يقبلها المصريون بأي حال من الأحوال. يعني خاصة الحقيقة رويترز، يعني الوكالة العريقة، ليست المرة الأولى التي يعني تدخل أكثر من يعني تدخل في طريقتها ما ليس بمهني، وتدخل في موضوعات الحقيقة ذات رأي وذات طبيعة جدلية. البي بي سي تابعة لوزارة الخارجية البريطانية، وأعتقد أن هذا يمكن أن يكون
مجدي أكثر إذا ما تقدمت الهيئة العامة للاستعلامات مثلا أو المجلس الأعلى للإعلام بشكوى رسمية بهذا الصدد؟ ألا تجد أنه يمكن التحرك على بعض الأصعدة أستاذ مجدي؟ يجب أن يكون هناك تحرك واضح، وأتصور أن هذه الوكالات وهذه القنوات سوف تكشف نفسها أمام العالم، وأصبح الأمر بالنسبة لرويتر لن يكن موقفا إعلاميا موضوعيا كما عرض عنهم وأيضا على البي بي سي. الحقيقة هم يخسرون كثيرا، كما كانت القنوات اللي موجودة أو التي توجد في حتى في يعني كقناة الجزيرة مثلا فقدت مصداقيتها تماما، وأتصور أن كل الوكالات وكل الوسائل الإعلامية التي تلعب هذا الدور المكشوف والواضح والبين سوف يتواروا وسوف يفقدون قيمتهم وسوف يفقدون صدارتهم كما يدعون من قبل في التناول الإعلامي. التناول الإعلامي يجب يعني كلنا يعلم أن هناك منهاجا موضوعيا يعتمد على الرأي والرأي الآخر، ويعتمد أيضا على الرقم السليم والإحصائيات السليمة، والمصادر تكون واضحة للمتلقي حتى تكون الرسائل مكتملة. ولكن يعني من الأمس حتى اليوم سمعنا أرقام عن هذا الحادث. الحقيقة يعني أصابت الكثير بإحباط وأصابت الكثير بالحقيقة اندهاش وبتساؤلات عديدة، في حين وأنا أيضا معك أن البيان الرسمي للدولة المصرية قد تأخر شيئا ما، ولكن كان الهدف عند هذه الوكالات هو إحباط المصريين وعدم تفاؤلهم حتى بما يسمى البناء الاقتصادي الذي تقوم به الدولة. وهم الحقيقة ده كان من أهم المصايد والفخوخ التي تنصبها هذه المخططات والأجهزة الاستخباراتية ضد مصر. الحقيقة كان يعني الهدف هو الضرب الاقتصادي الواضح للدولة المصرية، وأتصور أن حادث الواحات كان يعني جاء في توقيت في منتهى الحساسية، كانت تعلن مصر ويعلن رئيسها الحقيقة إنشاء وتدشين مدينة جديدة، ربما أنها يعني تكون من أهم المدن التي تجذب الاستثمارات العالمية. يعني لا، ليس ببعيد عن طبيعة الإرهاب أن يكون غادرا، هذا شأنه أن يكون أيضا خسيسا. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا مجدي سبلة، رئيس مجلس إدارة دار الهلال.